أنا الدكتور ألان شاب، جراحة عامة، اختصاصي جراحة عامة وفليبولوجي. فليبولوجي هو الاختصاص اللي بيهتم بجميع مشاكل الأوردة من إن كان علاج ولا جراحة. متخرج من جامعة بيير ماري كوري من فرنسا، عندي خبرة بهذا المجال أكثر من 10 سنين. اختصاصي بيتضمن أنه نعمل صورة صوتية ونلاقي جميع الحلول ونشوف شو المشاكل كان بالأوردة السطحية أو الداخلية والغميقة، مع إيجاد الحلول لها بأقل كلفة أوجاع وبأحدث التقنيات الموجودة بالسوق، إن كان أو الماركت، إن كان باستعمال الراديو فريكونسي أو الليزر أو الجلو أو الصمغ الطبي اللي نحن بنسميه الصمغ الطبي. كمان اختصاصي بيتضمن كمان علاجة الدوالي أو الفريس الخارجي، إن كان باستعمال الحقن التصلبية بنسميها الفوم سكليروثيرابي أو سكليروثيرابي، مع استخدام الصور الصوتية أو استخدام الفان لايت أو اللمبة الاختصاصية اللي تخلينا نشوف كل الأوردة. اختصاص كمان بيتضمن إيجاد حلول لجميع التقرحات أو تجلطات الناتجة عن هذه المشاكل الأوردة الداخلية. أهم شيء أنه نحن بفلسفتنا بالفين كلينيك دائما لازم نلاقي الحلول لجميع مشاكل الأوردة بأقل نسبة أوجاع مع نتائج مضمونة ودويمة.